تي زوجك سمح له وهو ما سمح له. فريق الابداع عبد الرزاق جات وفاء ولا ما جات زوج؟ وراي وفاء. وفاء وراكم. قلت لها ارواحي. قدمي الدكتوره وفاء. من النجباء في الجزائر وكرمتها الدوله الجزائريه عطاتها بورس سنه تكمل الدكتوراه نتاعها في تخصص الكيمياء. زوجناها مع عبد الرزاق. اكبر هديه زوجناها مع عبد الرزاق، اكبر هديه ليها زوجناها مع عبد الرزاق. ما شفتهاش هذه ما تلاقيتهاش عندي بزاف هذه جات من اسبانيا. فريق الارشفه انفال فاتك زوجك. انفال وراك مسؤول فريق الارشفه انفال وهي كذلك تزوجت بعبد الحميد في المخيم تاع الاعلام الاول من شبابنا وشاباتنا. قعد عبد الجليل بوش كلفتو عبد الجليل عبد الصمد. عبد الجليل بوش متكلف. ها؟ اي عارف بوش متكلف. ها؟ متخلص بالامن السيبراني هو اليوم راه في باريس مش موجود ولا لكن ساهم معاه في موضوع ومنير وراه. ما جاش. منير ما جاش اليوم. نائب قائد الفريق مسؤول الابداع في المكتب الوطني يتقدم سي اسمك وش اسمك انا ما نعرف اسمك. هو كاع خاف لما يطلعش واحد هو وزوجته قال زوجته ما جوش باش يحب يبان في الكاميرا. هو رئيس الفريق رئيس فريق وعضو المكتب الوطني المهندس عبد الصمد ريح. وسبحان الله ما صفقوا حتى واحد لا الرئيس نتاعهم لا الشيف نتاعهم اللي صوتوا عليه. هذا هو الفريق قعد واحد فقط ما قدرتش نقول لكم وهو وما طلعناش وهو رئيس او رئيس فريق الدعايه المضاده ما خرجناش ليكم برك. هذا البقيه هذا هو الفريق. وحنا اتفقت مع الشباب قلنا لهم الدعايه المضاده عمركم تكذبوا وإنما تبعوا سقطات ولقطات وطيحات وعدم نوضات الخصوم وتبينوها بحقيقة. تردوا عليهم بالسقطات نتاعهم ما تردوش بالكذب. فنحن بضاعتنا هي صادقة ولا يوجد فيها كذب. الآن باسمي شباب وشابات الحركة تقدم بالشكر الجزيل لبعض الضيوف اثنين ثلاثة من الضيوف اللي شرفونا اليوم. وباسمكم ونحتاج تصفيقة وتزغريدة على شباب الحركة من تمر راسل وهم موجودون معنا اليوم قطعوا آلاف الكيلومترات ليسهموا معكم في تنشيط الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية المقبلة. وباسم الجميع وانت ما داروش وراك انت